لتسليط الضوء أكثر على العملية العسكرية المحدودة التي قامت بها قوة خاصة من جيش الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وراح ضحيتها اثنان من المخابرات العسكرية الفلسطينية وأسير محرر. تنضم إلينا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية شذا حنايشة. أهلا بك شذا. بداية، شيع الفلسطينيون في جنين منذ قليل شهيدين من جهاز الاستخبارات العسكرية بالإضافة إلى أسير محرر بعد استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. هل من تفاصيل أكثر جديدة حول هذا الحادث؟ أهلا بك. بداية، جنين اليوم خسرت ثلاث من شبانها، ثلاث شهداء ارتقوا صباح اليوم في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. اثنان منهم يعملان في جهاز الاستخبارات العامة، والثالث هو أسير محرر ومن سرايا القدس الجناح العسكري التابع للجهاد الإسلامي. كان ما حدث في جنين صباح اليوم أو فجر اليوم كان عبارة عن عملية عسكرية تستهدف الشبان وسام أبو زيد وجميل عموري. كان الشابان في سيارة لهما بالقرب من مركز أو مقر الاستخبارات العامة. ما حدث أن قوات خاصة من جيش الاحتلال في مركبة خاصة وزي مدني اقتحموا المدينة، وبالضبط شارع الناصرة، قاموا بإطلاق النار نحو مركبة الشبان. الشبان أجابوا بإطلاق النار. خرج عناصر الاستخبارات العامة وباشروا بإطلاق النار على القوات الخاصة. فارتقى الشهيدين أدهم علاوي من نابلس والشهيد تيسير عثمان عيسة من جنين. نعم. هذا ما حدث بشكل عام. نعم. برأيك شذا، يعني ما الذي تهدف إليها القوات الصهيونية من وراء قيامها بمثل هذه العملية؟ صدقا ما حدث هو أن الشاب جميل عموري هو مطلوب للاحتلال منذ أكثر من عام، حتى أن قابلنا والدته وقالت أنها ما شاهدته منذ فترة طويلة ولم ينم بالمنزل منذ فترة طويلة بسبب الاحتلال. يزعم أن الشهيد جميل مسؤول عن إطلاق النار على حواجز الاحتلال وهو مطلوب لهم منذ سنة كما ذكرت. الاحتلال خطط لهذه العملية، لا نعلم حتى هذه اللحظة هل كان القصد هو اغتيال جميل أم اعتقاله. نعم. بعد انتصار المقاومة في معركة سيف القدس شذا، وتراجع حكومة الاحتلال عن مسيرة الأعلام مرتين كما تعلمين طبعا، السؤال هنا ما الرسالة التي أرادتها من استهداف الطرف الأضعف في المعادلة، ونقصد هنا الضفة الغربية المحتلة؟ الاحتلال يتخبط، صدقا الاحتلال يتخبط ويحاول جاهدا أن يثبت نفسه من خلال ملاحقة الشبان. الاحتلال يطارد اليوم عشرات الشبان في الضفة الغربية لأنه يعلم أنه لن يستطيع الوصول إلى غزة والوصول إلى المقاومة في غزة، بالتالي هو يتخبط من خلال ملاحقة هؤلاء الشبان. يزعم الاحتلال أحيانا أن الشبان هؤلاء مسؤولون عن عمليات إطلاق نار على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، ولكن هناك أحيانا يكون الاعتقال احترازيا خوفا من قيام هذا الشاب بعملية معينة أو قيامه بنشاط أمني أو نشاط له علاقة بالمقاومة. نعم. فالاحتلال يمكن القول فقط أن الاحتلال يتخبط في الضفة الغربية، أو كما نقول في الفلسطينية يتفشش من خلال الاعتداء على الشبان حتى في نقاط الاستيطان أو مناطق الاستيطان، مثل ما يحدث في بيتا في جبل صبيح حيث قام المستوطنون بنصب خيامهم. كان هناك هجوم أو اعتداء جنوني على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بخروج المستوطنين من أراضيهم،
ولكن وسقط هناك شهداء، عدة شهداء في هذه المناطق. فالاحتلال اليوم يعتدي على المواطنين في القدس، ويعتدي على المواطنين في الضفة الغربية، نابلس وجنين، لأنه عاجز ولأنه يريد أن يغطي على فشله فيما حدث في غزة. إلى سؤالي الأخير الآن، الشذا يعني الرئيس عباس طالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين، السؤال هنا هل يمكن برأيك أن يتخذ خطوة وقف التنسيق الأمني مثلا من أجل تحقيق مثل هذه المطالب؟ يعني صدقا لا أعتقد ذلك، لأن التنسيق الأمني في الوقت الذي كنا نحتاج أو كان المفروض أن يتم إيقافه لم يتم إيقافه، فلا أظن أن هذه الأيام سيتم إيقافه صدقا. ولكن ربما كردة فعل على خسارة اثنين من الأجهزة من جهاز الاستخبارات العامة، واثنين من أبناء السلطة وأبناء الأمن، فبالتالي ربما يقوم بهذه الخطوة، ولكن يعني أنا شخصيا أستبعد الأمر. من جنين كنت معنا عبر الهاتف الصحفية الفلسطينية شذا حنايشة، شكرا جزيلا لك.